تتمس في يوم الأرض ولا تتمس في يوم الأرض فرد الموت الموت لنا فرد لو هنقص عندنا أمرين ينفر أبنى اليوم الدين بالعين بالعين بالفعل. اتصل سميح ببعض قيادات العمال واتفق معاهم على انهم يتقابلوا وينسقوا سوا عملية الاضراب. اللي ما كناش نعرفه ان سميح اتبلغ عنه وترصدت حركته، ويوم ما راح يقابلهم كانوا رجالة المكتب التاني في انتظاره. لله يا اللي هنا دور على حد يا ابني. ها لا انا كنت عايز يعني كنت عايز ايه بس ولا حاجه اصلا انا ايه واضح ان انا دخلت مكان غلط. اسمع يا ابني ما تتعبناش معاك وتتعب نفسك وهات من الاخر. قول لنا يا سيدي مين اللي بعتك وجاي تقابل مين؟ انا محدش بعتني بس انا دخلت عنوان غلط. غلطت يا رحمك. شوف احنا بقى هنسقيك المر لو ما قلتلناش اسماء الناس اللي بعتينك والناس اللي انت كنت جاي تقابلهم هنا وعناوينهم بالتفصيل. انت اتكلم يا ابني اتكلم احسن لك. فضلوا يضربوا فيه ويعاسبوه طول الليل عشان ينطق، لكن ما قدروش ياخدوا منه ولا كلمه. انت يالا انت انت بالذوق بالعافيه تتكلم انت فاهم يا ابني. للصبر حدود والناس ديت صبرها خلص ونفت وانا صبري بالذات قرب ينفت. اتكلم بالتي هي احسن.
اتكلم لحسن، مش هيحصل لك. طيب انا مش عارف انتوا بتتكلموا على ايه بالظبط. انتوا عايزين مني ايه؟ ما شوف يا حيوان، انت لو ما اتكلمتش بالذوق انا هبعت اجيب ابوك المحامي ده الشيوعي وامك اللي مفيش هلعن منها وجرجرهم لك على هنا واعمل لك بيهم عرض استريبتيز قدام عينيك من فوق لتحت. يا فندم مش كده، الولد هيموت. ما يموت ولا يتليق، انت مالك؟ يا فندم التعليمات اللي عندنا اننا نستجوبه بس، مش اننا نموته. انت هتعلمني شغل يا سكلال؟ يا فندم انا ما اقصدش بس اللي بيحصل ده غلط، ولا لا يمكن اشترك في حاجه غلط زي دي. جرايه يا سليمان، جرايه رجالتك الخيره عادي. شايف العسكري بتاعك عاجبك؟ ده بيخالف اوامري. الاوامر اللي عندنا من القياده صريحه ومحدده يا سيد حسام، اننا نقبض على الولد ده ونوديه المكتب التاني يحققوا معاه بمعرفته، وانا بقى احقق معاه هنا الولد ده بالذات، احقق معاه هنا وبنفسي، ولازم اقرره لحد ما يعترف. بس انت بالطريقه دي يبقى بتخالف الاوامر يا سيد حسام. ما تنساش ان انا قائد الماموريه دي وانت واللي معاك تحت قيادتي، يعني اوامري انا هي اللي لازم تتنفذ. الاوامر اللي عندي من القياده محدده وصريحه. انت بتتحداني يا سليمان؟ لا يا فندم، حضرة الضابط سليمان ما يقصدش كده. هو يقصد يعني اننا ناخد المكتب عندنا وهناك هنعرف نستجوبه براحتنا وناخد منه كل المعلومات اللي احنا عايزينها. يعني انت عايز ناخده في المكتب عندنا وحقق معاه عشان يتقال عني انا اني ما عرفتش استجوبه ولا اخد منه اي معلومات؟ حتة العيل التافه ده مش احسن ما يموت؟ لا، بالنسبه لنا يموت احسن يا سجلال. امشي من وشي يا جلال، ما تورينيش خليتك دي تاني ابدا، ولو شفتك تاني هقدمك للمحاكمه بتهمه قتل الضابط حسام وهعدمك بايدي. امشي من خليتك، بقولك امشي. وبالفعل صدر الأمر بالقبض على جلال وإعدامه، لكن جلال هرب وفضل هربان في الجبل مدة طويلة لحد ما انضم لينا. وما عرفتوش مين اللي بلغ عن سميح؟ واحد من طلبة كلية الآداب، كان بيشتغل جاسوس على الطلبة لحساب الحكومة. وعملته إيه معاه؟ الآراء اختلفت. من قتل يقتل ولو بعد حين. اهدى يا عفان وتعالى نقعد نتكلم بالعقل. العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. مش هي دي المبادئ المعترف بيها في كل الشرايع؟ مش لما نعرف الاول مين اللي بلغ عنه؟ هو محمود الصفوي، مفيش غيره، الندل الخاين. مين قالك وخلاك متاكد ان هو؟ انت عارف وانا عارف وكل الجامعه عارفه ان هو شغال جاسوس لحساب المكتب التاني. مش هو لوحده بس، المكتب التاني قدر يجند طلبه كتير يا اما بالضغط عليهم او لظروف فرهم. انا متاكد ان هو محمود الصفوي. حتى لو كان هو فمش هو اللي قتل، اللي قتل رجالة الحكومة، رجالة المكتب التاني. ومين اللي بلغ؟ مين اللي حدد لهم الزمان والمكان؟ مش جايز الصفوي ما كانش عارف ان الحكاية هتوصل للقتل؟ والله؟ أمال كان فاكر إيه؟ كان فاكرهم هيعزموه على شاي وقهوة ويدردشوا معاه شوية ويسيبوه يمشي؟ أنا هقتله يعني هقتله. إيه يا عرفان؟ أنت بتتكلم على القتل كأنه لعب. احنا ابتدينا خطوات مهمة ولازم تكمل للآخر الخطوات دي. الخطوات دي يا دكتور مش أهم من طار سميح. طار سميح هناخده لما نحقق اللي كان عايزه قبل ما يموت.
احنا هنجمع العمال وهنعمل الاضراب. صح يا عامر، صح. احنا لازم نكمل المشوار اللي بدأناه، لازم نكمله للآخر. انا ما بحبش الحال المايل يا فضل الله، والخاين لازم ياخد جزاءه عشان يبقى عبرة لغيره، وانا قلت اللي عندي وخلاص. عرفان مال خارج عصب ليه كده؟ هو عرفان طول عمره كده، عنده عصب عريان. ايه اللي تعمله ده يا عم شكري؟ دي لقمة بسيطة، وانتم من صباحيه ربنا على لحم بطنكم. وبعدين عايزين ننسى بقى الحزن في القلب من جوه، وحكاية الحياة والموت بإيد ربنا مش بإيدينا. دكتور حكيم، أنا عايزاك تديني أسماء قيادة العمال اللي كان سميح هيقابلهم. ودي عايزاهم ليه يا حورية؟ هتصل بيهم واروح أقابلهم وربط معاهم. معقولة يا حورية؟ إيه يا عامر؟ أنا محدش يعرفني، محدش يعرف إن أنا بشتغل معاكم. وبعدين مش أحسن إن حد فيكم يروح وما يرجعش تاني؟ ورحتي؟ وقابلت قيادات العمال اللي كان سميح مظبط معاهم، واتفقنا على ميعاد الإضراب جوه وبره الجامعة في نفس الوقت. وابتدى الإضراب ومشي بشكل هادي ومنظم لحد اليوم التاني. محمود الصفو اتقتل، اتضرب بالنار ورا كلية الأهداف. برضه نفذت اللي في دماغك يا عرفان؟ من قتل يقتل ولو بعد حين يا فضل الله. عمتك دي هتبوظ كل اللي عملناه. انت قاتل يا عرفان، قاتل. يعني ايه؟ هتبلغ عني؟ من هنا ورايح، انت من سكه وانا من سكه. الحادثة دي ادت المبرر للجيش والشرطة للتدخل لفض الاضراب والقبض على قيادات الطلبة والاساتذة اللي كانوا معاهم بتهمة الاشتراك في قتل محمود الصفوي. ومن ساعتها عرفان بقى في سكة واحنا بقينا في سكة تانية خالص. مشكلة عرفان انه ما عندوش حل وسط. كل العمليات اللي عملها من يوم ما أسس المنظمة بتاعته لحد النهاردة عمليات عنيفة ومتهورة، وأغلب ضحاياها من الجيش والشرطة المدنيين وحتى من رجالته. الغريب إن معظم المنظمات بتأيده في العنف اللي بيعمله. ميسيس إستر مستنية سعادتك في المكتب مستر آدم. إستر؟ لا 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 لا، وحشاني 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 جدا جدا. انت كمان وحشني قوي، من زمان ما شفناش بعض. مش كده؟ طمنين، اخبار رحلتي كانت ازاي؟ طويلة. معلش اقعد استريح، دل على سلامتك. الله يسلمك. ها قولي اخبار الجنرال ايه؟ سهل، الجنرال هدف سهل قوي يا ستي. وحتى لو كان صعب، انت عودتيني طول عمرك ان مفيش حاجه ابدا ممكن تبقى صعبه عليك. طب ايه المطلوب مني؟ العادي خالص يا استر، انا عايزك تبلغيني بكل حاجه بتحصل جوه القصر، كل كلمه كل حركه كل العادي العادي خالص. تمام، عايزني هنا لغايه امتى؟ انا اعتقد ان البنات اللي معاكي ممكن يمشوا كمان يومين ثلاثه بالكتير. اوكي، وانا؟ لا انت بقى موضوع مختلف، انا عايزك تلزقي للجنرال لغايه ما الاتفاقيه دي تتمضي. اظن طبعا فاهماني. هو امبارح عزمني على العشاء وكان عايزني اقضي معاه الليل. عملت ايه؟ طبعا رفضت، اتحجيت ان انا تعبانه من السفر. برافو. أنا طبعاً مش محتاج أقول لك يا إستر إن كل ما بعدتي عني كل ما هو هيقرب منك أكتر ويتشعلق بيكي أكتر وأكتر، وتبقى مهمتك جوه القصر أسهل بكتير. لو صمم. بص يا إستر، إحنا ناس محترفين. محترفين دي معناها إن إحنا ممكن نعمل أي حاجة في الدنيا علشان مهمتنا تنجح.
مش عايز اقول لك ان مهمتنا هنا في كربستان في منتهى الخطوره. فهماني طبعا يا مستر. انا طول عمري فهمك، فهمك كويس قوي كمان. انا عارف. احنا خدنا الكلام وما قلتلكيش تشربي ايه. تشربي قهوه ولا شيء؟ لا 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 استنى، تاخدي معايا كاس ويسكي مش كده؟ يا ريت. النادي الاجتماعي ده احسن مكان نقدر نتحكم فيه من ناحيه اجراءات الامن، وكمان من ناحيه تعزله عن باقي المنطقه. كل منظمه هيبقى لها مكان مستقل للاقامه بالاوض بتاعته وحمامات ومطبخ صغير، عشان كل مجموعه يبقى لها فرصه الكلام مع بعض بحريه. والمؤتمر نفسه يا رفيق، احنا جهزنا قاعه كبيره بالنادي لاجتماعات القاده مع بعض، وكمان عملنا حساب ان كل قائد من القواد يكون معاه 3 أو 4 مساعدين. طب وبالنسبه للبيان الختامي؟ بالنسبة للبيان الختامي احنا جهزنا قاعة المسرح، ودي بتشيل حوالي 150 ل 200 واحد، بحيث ان الكل ممكن يحضر ويسمع. اهم حاجة اجراءات الامن، انا عايز المكان كله يبقى معزول ومتأمن 100%. غسان عامل حسابه على كده يا مستر، وموزع الناس بتوعه حوالين النادي. انا مش بتكلم على هنا وبس، انا بتكلم على المقاطعة كلها. سودوا الحراسة على كل المداخل، ومفيش حد غريب يدخل من دلوقتي لحد المؤتمر ما يخلص، مفهوم؟ انت هنا بتعمل ايه يا جدع انت؟ انا كنت عايز ابو خالد. خير يا عباس؟ كنت عايز اسالك، مش عاوز مني اي حاجه؟ انا عايز اخدم عشان انا فاضي بس كده، نفسي اساعد باي حاجه ان شاء الله، حتى يعني اعمل لكم قهوه وشاي. طب روح انت دلوقتي اوضتك وانا هخلي غسان يشوف لك شغلانه. متشكر يا ابو خالد، متشكر يا ابو خالد. سالت عليه في المينا الغربي؟ بيته اتحرق فعلا يا ابو خالد، لكن محدش عارف مين اللي حرقه ولا ليه. غسان خلي حد يراقبه من بعيد لبعيد من غير ما يحس باي حاجه. انت مش واثق فيه يا ابو خالد؟ الزمن بيغير النفوس، والمؤتمر معاده قرب ولازم نحرص، ما نسيبش حاجة للصدفة. حكيم عايزك تلبس اللبس ده وتجينا اوضه الاجتماعات. اشمعنى؟ احنا بكره الصبح كلنا راجعين على المعسكر بتاعنا. الملابس دي السيد عامر كان بيلبسها. دكتور حكيم عايز يشوف شكلك هيبقى عامل فيها ايه وانت لابسها. امتحان يعني. جلال، انا كنت عايز اشكرك. على ايه؟ على كل حاجه. أنا بصراحة عمري ما كنت هصدق إن في يوم من الأيام ممكن أمسك مسدس ولا أضرب نار، ولا إن جسمي يبقى بالشكل ده. أنا عارف إنك تعبت معايا، وساعات كنت بخلص عليك علشان بتشد عليا، لكن دلوقتي بس عرفت إنك كنت بتعمل كل ده علشان أبقى زي عامر وأحسن كمان، وعشان كده بشكرك. 10 دقايق ومستنيك، ما تأخرش. مين من عندنا هيحضر المؤتمر يا حكيم؟ او زي ما احنا كده وهيزيد علينا سالم. يعني ايه؟ مش هناخد معانا حراسه؟ ما تقلقيش، رجاله ابو خالد بلغونا ان المكان متامن كويس. وانا عامل حسابي ومجهز عربيه حراسه وهناخدها معانا.
طب والخطبه اللي النبوي هيقولها؟ اهو سالم بيجهز النقط الاساسيه وبيكتب مسوده الخطاب، وعلى ما نوصل بكره هنعرف عمل ايه. انا قطعت حديثكم ولا ايه؟ ما تكمل. تعال يا نبوي قرب. لا يا هاشم، حدش بعد كده يقول له يا نبوي. احنا من هنا ورايح هنندق عليه بالسيد عامر. لا 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 لا، مش قوي كده. ايه يا هاشم، هو معنى كده ان انا نجحت؟ نجحت جدا يا سيد عامر. اخيرا بتقولها جلجل. حريه، هنسلوك يا جماعه. ايه يا اخوان، وانا قلت حاجه غلط؟ لا لا لا، مفيش حاجه. اصل عامر دايما لما كان بينده على جلال كان بيقول له يا جلجل. ليه يا حريه؟ ليه؟ غصب عني يا دكتور. انا عارف، انا عارف ان الشبه بينهم كبير. ده مش شبه، ده زيه بالظبط، ده هو. انت ما شفتوش وهو بيقول لجلال يا جلجل؟ طبعا انت اللي قلتي له الحكايه، مش كده؟ عمري ما جبت له سيرتها، عمري. انا مش عارفه هشتغل معاه بعد كده ازاي. لا يا حريه، مش عايزين عواطفنا تتحكم فينا. انا عايزك تتعاملي معاه زي ما كنت بتتعاملي مع عامر بالظبط. المؤتمر خلاص فاضل عليه ايام، مفيش وقت. حاضر، انا اسفه. عايزين نجهز. اتفضل حضرتك وانا هحصلك. متأخريش. ايه اللي انت بتقوليه ده يا حريه؟ ما ينفعش طبعا. انا مش شايفه اي لازمه للمشوار ده، كلهم خدوا خبر بالميعاد وكلهم موافقين. الاتصال الشخصي مهم جدا في الحالات دي، وبعدين في حاجات كتير قوي لازم نناقشها قبل المؤتمر. طب ما تبعت هاشم او جلال. مش هينفع، انا لازم اروح بنفسي. انت عارفه انا اللي داعي للمؤتمر ده، ولازم اخد بالي من كل الاجراءات بنفسي. وانا مش مطمنه، قلبي مش مرتاح للمشوار ده. ايه اللي مش مطمنه؟ مش عارفه، بس انت الحكومه عينيها عليك في كل حته وبيدوروا عليك. ما بيدوروش عليا انا بس، بيدوروا على اي حد في اي منظمه. وبعدين بصراحه لو قعدنا من غير ما نتحرك يبقى مش هنعمل حاجه. طب اجي معاك. لا، انت عندك شغل مع حكيم، من فضلك خلص الشغل وسيبيني انا اشوف شغلي. سلام. ابعت المستندات دي بالفاكس لمستر مايكل ديفيد في مكتبنا في نيويورك، وابعت صوره من ملف الاعتماد ده لمكاتبنا في لندن وباريس وجنيف، وخليهم هناك يتصلوا بالبنوك. وبعد اتفضلي. دي اوكي مستر ايد. ايوه عباس، ايه الاخبار؟ الدنيا متدربكه على الاخر هنا يا خواجه شاك. ايه؟ علي صوتك شويه، مش سامعك. بقول لك الدنيا هنا متدربكه، وفي حاله طوارئ في المقاطعه كلها، واجتماعات ما بتخلص، واضح انهم بيحضروا على حاجه مهمه قوي. حاجه ايه؟ انا سمعت طراطيش كلام كده عن اجتماع او مؤتمر هيحصل قريب. مؤتمر؟ امتى هيحصل الكلام؟ كل اللي عرفته انه هيحصل كمان كام يوم، 3-4 ايام كده بكتير، وان الناس كتير قوي هيكونوا موجودين فيه. ناس مين؟ معرفش، بس واضح انهم ناس مهمين قوي. الحراسة واجراءات الامن في كل حتة، والطرق كلها مقفلنا. طيب عباس، طيب لو عرفت اي حاجة اتصل بي على طول. سالي، طلبي لي مستر مايكل ديفيد في مكتبنا في نيويورك. Thank you.
الو. ايوه عزيز. الله، ودي اللي جايب في وقت زي ده. خلاص خليه يدخل يا عزيز. اهلا اهلا يا مستر ادم، بقالي يومين ما شفتكش، انت فين يا راجل؟ الحقيقه سعادتك كنت مشغول شويه. مسز استر، الحمد لله على السلامه، اخبارك ايه؟ كله تمام مستر ادم، كله تمام. سعادتك ارجو ان مسز استر والطاقم اللي معاها يكونوا شايفين راحه سعادتك على الاخر يا جنرال. يا سلام يا سلام يا ادم، مش ممكن، ما فيش اجمل ولا احلى ولا ارق من كده. واضح يا فندم، واضح. عموما انا بعتذر اني جيت في ميعاد مش مناسب. ما تقولش كده يا راجل، انت صاحبي وصديقي وبابي مفتوح لك في اي وقت. هو الحقيقه سعادتك ان اللي خلاني اجي دلوقتي موضوع حساس ومهم شويه، وكنت عاوز اتكلم فيه مع سعادتك لوحدنا، ده لو مسز استر سمحت لي. طبعا مستر ادم، عن اذنك جنرال. استر، ما تبعديش كتير، واكيد مستر ادم هيقدر الموقف ومش هيتاخر، مش كده يا مستر ادم؟ طبعا تأمرني سعادتك. امرك جنرال. خير يا في ايه يخليك تجيلي في ساعه زي دي وده وقته؟ انا اسف جدا سعادتك، بس الحقيقه انا اصلي حبيت اقول لسعادتك اني اتصلت بالجماعه بتوع الاي دبليو سي. ايه الاتفاقيه جاهزه؟ هما بيجهزوا فيها، بس الحقيقه الجماعة قلقانين شوية. قلقانين من ايه؟ الحقيقة وصلتهم إشاعة قوية إن في اجتماعات مهمة هتحصل في المقاطعة عند أبو خالد. وده اللي يخليهم يقلقوا؟ ويخليك تجيلي في ساعة زي دي يا آدم؟ ما أنت بنفسك قلت أهو، مجرد إشاعة. الحقيقة سعادتك المعلومات اللي عندي بتؤكد إنها أكتر من مجرد إشاعة. يا آدم، يا آدم، أبو خالد ده خلاص بقى أسد عجوز وأسنانه اتطرمت. وبعدين اسألني أنا على أبو خالد ورجالته، دول بتوع كلام، مجرد كلام وبس. طمن الجماعة بتوعك في نيويورك وقول لهم مفيش أي حاجة. الحقيقة سعادتك إنهم لازم يقلقوا. سعادتك عارف رأس المال جبان، عشان كده هم عايزين يبقوا متأكدين إن استثماراتهم في كربستان مضمونة وفي أمان. وللسبب ده عايزين يبقوا على علم بكل اللي بيحصل في البلد هنا. أنت عاوز إيه بالظبط يا آدم؟ عاوز اعرف اللي بيحصل في المقاطعه عند ابو خالد. طب ما المكتب التاني بيبعت لي تقارير عنهم كل شهر. ما هو انا جاي لسعادتك مخصوص دلوقتي علشان كده. سعادتك اطلب من المكتب التاني انه يخلي التقارير يوميه بدل ما تبقى شهريه، ويبعتوا لي صوره من التقارير دي علشان ابقى على علم بكل اللي بيحصل في المقاطعه عند ابو خالد. مهم جدا بالنسبه لي يا جنرال ابقى عارف كل اللي بيحصل في المقاطعه، وابقى عارف كل اللي بيحصل في كربستان. مهم جدا ان احنا نبقى على علم بكل اللي بيحصل في البلد دي. عباس، عباس، في ايه؟ قوم فز تعالى معايا. تعالى، ابو خالد عايزك. ابو خالد، حاضر. جاهز. حاضر ابو خالد. بتكلم مين يا عباس؟ أنا اتكلمت مع ناس كتير من ساعة ما جيت، تقصد مين فيهم سعادتك؟ أبو خالد يقصد التليفون يا عباس، كنت بتكلم مين على التليفون؟ أنهي تليفون؟ أنا مش فاهم حاجة. you
تقصد ده موبايل. الموبايل ده بتاعك؟ ايوه بتاعي. وكنت بتكلم مين على الموبايل بتاعك يا عباس؟ اصل انا كنت بتصل بواحد من معارفي من المينا الغربيه، اصل انا يعني مأمن على البيت والمخزن بتوعي، فكلفته انه يتصل بشركه التامين عشان يبلغهم عن الحريقه اللي حصلت علشان التعويض يعني. فاتصلت بيه اشوفه عمل ايه. ولقيته عمل ايه يا عباس؟ ما عرفش يتصل بيهم. قلت له يحاول فهيحاول تاني. تاني مره لما تحب تتصل بحد ما تتصلش بيه اخر الليل، ومن هنا ورايح هيكون فيه واحد من رجالتنا معاك على طول، مش هيسيبك لحظة حتى وانت نايم. مفهوم يا عباس؟ تحت امرك. تحبه اعمل لكم شاي ولا قهوة؟ شكلك قلقان. انت شايفه كده؟ انت ما تشيلش هم. انت صحيح هتقابل ناس كتير، مش مهم تعرف اساميهم. الوحيد اللي هتقعد وتتكلم معاه هو سالم. سالم ده المسؤول الاعلامي بتاع المنظمه، وهو اللي هيكتب الخطبه اللي هقولها في المؤتمر، صح؟ كويس يا حريه، واضح انك شايفه شغلك كويس. اتفضل يا سيد عامر، الكل في انتظارك. يلا يا سيد عامر. اتفضل يا زعيم. الحمد لله على سلامتك يا سيد عامر. السراج ما بطلش سؤال عليك يا سيد عامر. طبعا
ازيك يا سراج؟ الحمد لله الحمد لله انك بخير يا زعيم. الله يخليك. وحسن، حسن كمان طول الوقت كان بيسال عليك. ازيك يا ابو علي؟ ده انا لسه ما اتجوزتش يا زعيم، وما عنديش ولد اسمه علي. اكيد هتتجوز وهتخلف ولد تسميه علي. يا سالم، شفت قدامك عفريت ولا ايه؟ لا لا ابدا خالص. ازيك يا سيد عامر؟ صحتك عامله ايه دلوقتي؟ انت شايف ايه؟ لا انا شايف ان الحمد لله الحمد لله قوي. الحمد لله على سلامتك يا سيد عامر. ما تتصوروش يا اخوانا المكان ده وحشني قد ايه. ابو العلا، فينك يا راجل من زمان؟ سايبني لوحدي مع العالم دي. اخبار كتفك ايه؟ انا الحمد لله الحمد لله على سلامتك يا سيد عامر. عامر 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 سالم. عامر عامر عامر. ايوه يا دكتور حكيم. ايه كتبت مسوده الخطاب؟ هتبقى جاهزه خلال ساعه ساعه ونص بالكتير. خلاص يبقى نتقابل على الساعه 6 بعد الظهر نشوفك عملت ايه. مش يلا بينا بقى يا زعيم؟ سيد جلال، هو السيد عامر ماله؟ ماله؟ ما هو كويس وزي الفل اهو. يعني قصدي زي ما يكون في حاجه مش طبيعيه، حاجه متغيره يعني. هنسيبك ترتاح شويه ونتقابل بعد ساعتين. حريه معاك، هتوصلك لاوضتك. اتفضل. ممكن افهم ايه اللي انت بتعمله ده؟ احنا هنبداها هزار؟ محدش قال لي على سراج وحسن دول. طب وابو العيل، ايه اللي انت عملته معاه ده؟ ده الوحيد اللي انا اعرفه. وبعدين بصراحه انا حبيته قوي ساعه ما اتخطفت. اتفضل يا استاذنا، اتفضل. دي اوضه عامر؟ ايوه. ايه الصور دي كلها؟ هو كان غاوي تصوير؟ لا، هو كان غاوي يتصور مع الناس اللي بيحبوهم علشان صورهم تفضل جنبه حتى وهم بعاد. طب ودي مين دي؟ نادية زميلته في الجامعة. أنا حطيت لك كل الهدوم، غيارات، شرابات، أي حاجة هتحتاجها هتلاقيها جوه الدولاب، وإذا في أي حاجة ناقصاك طبعا تقولي. الحصان ده عضو في المنظمة برضو؟ دي نسمة الفرسة بتاعته، هو كان بيحبها قوي. وهي كانت بتحبه؟ قوي. انت ما تتصورش، انت عارف ان من يوم الحادثه ما سمحتش لاي حد انه يركبها. يعني هي موجوده هنا في المعسكر؟ طب ممكن اشوفها؟ طبعا، ولو تحب دلوقتي. يا ريت. شفت حلوه قد ايه؟ عرفتني، فكراني عامل. لا مش قوي كده. ليه؟ انت نفسك قلت ان انا بقيت شبهه 100%. بس الحكايه مش شبهه بس، مش كده ولا ايه يا عامر؟ طب ممكن اجربها؟ بلاش. معلش عشان خاطري. ايه
صدقني بلاش. أنا مش قلت بلاش. مع إن الشبه بيني وبين عامر بقى قريب قوي. الحكاية مش حكاية شبه وخلاص، في حاجة اسمها الروح.